بسم الله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة بإذن الله شباب هنتكلم بقى عن موضوع ممتاز جدا. من الآخر أنا هحكي لكم حكاية، حكايتي يا شباب مع الزمان. أنا واحد من الناس بعشق حاجة اسمها مشاريع، طول عمري بفكر في التجارة مع أني بحب جدا الفلسفة وعلم النفس والحمد لله جاحد في المادة بتاعتي، بس مش عارف كده في احساس بيراودني بيقول لي انت لو دخلت مشروع وتاجرت كده وعملت شراكه مع كام واحد من اصحابك ده انت ممكن تعدي وممكن تكسر الدنيا. وبالفعل لان انا اصلا ما بحبش من الاخر شغل الحكومه، لان شغل الحكومه ده بقى عباره عن روتين ملهوش 30,000 لازمه. فانا بحب حاجه اسمها ان انا اشتغل كده بحريه، ابقى حر. فالمهم جمعت مجموعه من صحابي كده وبتاع وعملنا مش مشروع واحد، عملنا اكتر من مشروع، وكل مره في كل مشروع اخشه نجمع فلوس ومش عارفين مبلغ وقدره ونخش المشروع بسم الله ما شاء الله، وفجاه المشروع يخسر وفجاه كلنا نخسر فلوسنا. بعد كده يجي لي واحد صاحبي تاني يقول لي بص احنا عايزين نعمل مشروع كذا، تعجبني الفكره اروح داخل معاه مشروع ادفع فلوس ونخسر. فجاه تيجي في دماغي برضو فكره اروح لواحد صاحبي زي في فكره مشروع واحد اتنين تلاته اربعه تعالى نفتح حضانه ونعملها على مستوى عالي، فجاه نفتح المشروع وبعد كده المشروع يخسر. بيجي بعد كده واحد صاحبي تاني يقول لي ايه رايك بقى في التجاره بقى نتاجر في الملابس ومش عارف ايه، فجاه نعمل المشروع والمشروع يخسر. فسبحان الله تقريبا يعني مش عارف نيتي مش سالكه مثلا، مش عارف يعني انا خسرت مبالغ مش عايز اقول لكم عشان ما تتخضوش، يعني خسرت فلوس كتير جدا على 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 ان انا اعمل حاجه اكون انا اللي مالكها، اكون انا اللي دايرها، اكون انا المتحكم، اصحى براحتي واروح براحتي وانظم الدنيا، الافكار كلها من دماغي. بالفعل يا شباب اكتر مشروع نجحت فيه واستثمرت فيه هو مشروع نفسي، ان انا اشتغلت على نفسي واستثمرت نفسي. الحاجة الوحيدة اللي كانت بتخليني استمر لما كنت بخش اي مشروع ما كنتش بسيب التدريس، كنت بجيب ناس هم يشتغلوا هم مش عارف ايه، وساعات كنت انا بروح بس انا كتدريس ده مشروع، ده انا، انتوا فاهمين ازاي؟ فده برضو مشروع بالنسبه لي ان انا اشتغل حر نفسي. ان انا اقول لكم مثال يا جماعه، انا ما بروحش مدرسه على فكره، انا واخد اجازه من المدرسه تقريبا 3 سنين كده لغايه دلوقتي. انا مش من نوع من المدرسين ان انا مثلا اروح المدرسه الساعه 6 الصبح، ليه هتستعبدوني ولا ايه؟ تاني يا جماعه ليه حوار ان انا كنت دايما بحب اخش مشاريع والحمد لله ولله الحمد تقريبا ما نجحتش في اي مشروع، فشلت في كل حاجه، عملت اي حاجه تتخيلها. يعني انا مثلا تيجي في دماغي فكره اقول لصاحبي او مجموعه من صحابي نخش انا هم مشروع معين فنخسر فانا اكون السبب، يجي واحد صاحبي تاني مثلا يقول لي يا تامر تعالى نعمل مشروع مش عارف ايه والكلام دوت، ويكبر الدنيا في دماغي ويكبر الفكره في دماغي وبرده المشروع يخسر. يعني ممكن انا اكون السبب او هم السبب. بس ده كله يا شباب ركز بقى معايا عشان انت لو فهمت الفكره دي انت فهمت الدرس. ده كله ليه؟ ده كله عشان انا حابب ان انا اشتغل حاجه اسمها العمل الحر. انا مش عايز اشتغل في الحكومه، مش عايز حد مثلا يتحكم فيا، مش عايز حد مثلا يقول لي تعالى الساعه 8 وامشي الساعه 2 واخر الشهر هتاخد 1000 جنيه او هتاخد 2000 جنيه، لا انا عايز اشتغل بفكري، عايز اشتغل باجتهادي، عايز لما اجتهد كده واعرق وانزل عرق كده وبتاع واتنطط كده على السبوره والطالب يفهم مني واعمل اسم واعمل مش عارف ايه، عايز الفايده ديت في الاخر ترجع لي انا، ترجع لي انا. دي اسمها العمل الحر. ده يا شباب اسمه ايه؟ العمل الحر. وخد بالك داخل اي دوله في حاجه اسمها عمل حكومي وفي حاجه اسمها شركات قطاع خاص. ركز بقى معايا في الحته دي قوي قوي قوي. هديك مثال على شركات خاص كده يعني تضرب المصالح الحكوميه بالجزمه. يعني مثلا عندك مثلا شركه فودافون، شركه مثلا شيبسي، اورانج، اي شركه يا جماعه قطاع خاص، العربي، سامسونج. الشركات دي يا جماعه هقول لكم حاجه مش هتصدقوها. يعني مثلا شركة فودافون دي يا جماعة ممكن اقتصادها المالي او مستواها المالي يعادل 50 دولة افريقية.
يعني ميزانية شركة خاصة زي فودافون تعادل لا يقل عن ايه يا جماعة؟ عن ايه؟ عن 50 دولة افريقية. فالمهم في حاجة اسمها عمل حر، في حاجة اسمها عمل حكومي، وفي حاجة اسمها قطاع خاص او قطاع عام. القطاع العام دوت عبارة عن كتلة من الروتين، كتلة من الغباوة والغتاتة، ملوش 30,000 لازمة. اما بقى العمل الحر كشباب بقى، انت يا عبد الرحمن، انت يا محمد، انت يا بوتيقة، انتوا طالعين، انتوا شباب، ما ينفعش يا جماعة اروح اشتغل مثلا في مكان واخد 1000 جنيه مثلا في الشهر، ما ينفعش اخد 500 جنيه في الشهر وابقى فرحان، لا، لازم يبقى عندك بقى تطلع للمستقبل، تطلع للفيوتشر، فلازم تجتهد شوية. لو ما اجتهدتش في الفترة ديت، انت بعد كده مش تبقى حاجة، انت بعد كده مش تعمل اي حاجة، فلازم تشتغل على نفسك، لازم يبقى عندك حاجة اسمها ثقافة العمل الحر اللي هنتكلم عنه النهاردة. ركز بقى معايا، بص يا بيه، في حاجة اسمها ثقافة العمل الحر. يعني ايه عبد الرحمن كلمة ثقافة اصلا؟ عبد الرحمن يعني ايه كلمة ثقافة؟ هو الكل المعقد الذي يجمع بين العادات والتقاليد والسلوك ويحدد درجة معاملته في المجتمع يعني. برافو، يعني الثقافة عبارة عن معرفة، الثقافة عبارة عن معلومة، صح؟ هنا بقى ايه معلوماتك، وعايز اقول لك كده، ايه معلوماتك عن العمل الحر؟ ايه معلوماتك عن العمل الحر؟ بص بقى يا معلم، تأتي أهمية ومزايا ثقافة العمل الحر نتيجة لعدة أسباب. يعني هنا هو بيقول لك إن العمل الحر دوت ليه مزايا كتير جدا، العمل الحر دوت ليه مزايا كبيرة جدا. طب إيه بقى أسباب مزايا العمل الحر؟ من الآخر، اللي بيخلي العمل الحر جميل، اللي بيخلي العمل الحر ممتع. أنا قاعد معاكم دلوقتي، الحصة اتأخرت ما اتأخرتش، إحنا قاعدين مع بعضينا، ده اسمه عمل حر، ده اسمه شباب إيه؟ عمل حر. بص يا معلم، مزايا العمل الحر: التحولات الاقتصادية والثقافية التي ارتبطت بالسياسات العالمية والمحلية أدت إلى انحصار دور القطاع العام وتعاظم آليات السوق، خاصة فرص العمل التي تتيحها الدولة للشباب. إيه الكلام ده يا مستر؟ افتحوا المزامة يا جماعة التانية اللي هي صفحة 88. بص يا باشا، حصل في العالم بعض التحولات الاقتصادية يعني الفلوس، والثقافية يعني الفكرية، والسياسية بقى يعني أنظمة الحكم. يعني العالم، ركز بقى معايا، كلمة تحولات يعني تغيرات، يعني تبدلات، يعني العالم يا جماعة بدأ يتغير، العالم بدأ يتغير بسبب الاختراعات، بسبب الابتكارات، بسبب التكنولوجيا. عارفين انتوا يا شباب الاعلان بتاع واحد راح يقبض فلوس، يسحب فلوس من البنك، فدخل البنك ملقاش اي حد، ولقى كده الامن قاعد، فقال له مفيش حد، قال له مميكن، فرد عليه قال له ايه؟ هتروحوا فين بعد كده؟ انتوا هتروحوا فين بعد كده؟ يبقى هنا اللي حصل تحولات اقتصاديه وثقافيه ارتبطت بالسياسات العالميه. التحولات ديت او التغيرات ديت ادت الى ايه؟ قال لك انحصار، اهو انحصار دور القطاع العام، يعني انحصار من اخر دور الدولة. زمان يا شباب، اول ما كان الانسان شاب المصري كده في مصر زمان، اول ما كان بياخد الثانوية العامة كان بيشتغل في الحكومة، الحكومة كانت بتوفر له فرص عمل، جمال عبد الناصر كان بيوفر للناس فرص عمل. بس الكلام دلوقتي على ايه؟ على كبير يا معلم، حضرتك بتقعد 14 سنة تتعلم وفي الاخر ما بتشتغلش في الحكومة، يبقى انت حضرتك لازم انت تغير الثقافة دي. مفيش حاجة اسمها تمرمغ في تراب الميري، مفيش الكلام ده دلوقتي، في حاجة اسمها اتعب، اجتهد، اسعى، اشتغل شغلانة حرة يا اخي، وقف في الشارع بيه اي حاجة، اعمل اي حاجة، ما تخليش حد يتحكم فيك، ده اسمه يا جماعة عمل ايه؟ عمل حر. يبقى هنا ثقافة العمل الحر، تأتي أهمية ومزايا ثقافة العمل الحر نتيجة لعدة أسباب: التحولات الاقتصادية، حصل تغيرات اقتصادية وثقافية بسبب يا جماعة انحصار دور القطاع العام، يعني القطاع العام أصبح ملوش أي لازمة، القطاع العام يعني الحكومة، يعني الدولة ملهاش أي لازمة، دي شركة زي شركة فودافون الميزانية بتاعتها بس تعادل 50 دولة أفريقية يا معلم، متخيل؟ ده عمل حر. العمل الحر بيجيب فلوس، anything for money، اي شيء مقابل المال. ركز معايا، تعاظم، اتنين بقى،
تعاظم آليات يعني طرق السوق، يعني السوق هنا يا شباب بدأ ايه؟ بدأ يكبر، السوق هنا بدأ يبقى فيه متطلبات، أو خاصة فرص العمل التي تتاحها الدولة للشباب. يعني هنا الدولة بح يا معلم، الدولة مش هتشغلك، أنت لازم تتعب ولازم تعرق عشان تشتغل. خش بقى معايا كده بقى يا باشا على تعريف العمل الحر، سهل وبسيط وملوش أي لازمة. أنا دلوقتي بديكم حصة أونلاين، ده اسمه عمل حر. هو عمل اختياري، هو عمل اختياري، أنا اخترت كده، هو عمل اختياري، يقع عبء مسؤولياته على صاحبه، يعني انتم يا شباب مسؤولين مني لان انا اخترت العمل ده، انا اخترت العمل ده. ها هو عمل اختياري يقع عبء مسؤولياته على صاحبه، وتعود اليه مخرجاته الماديه والادبيه والمعنويه. يعني انا هديك ايه حصه، وبعد كده المخرجات بقى يعني فلوس، يعني الكسب، انا هكسب فلوس وهكسب مكانة، يعني أدبية يعني مكانة، وكمان الروح المعنوية عندها ترتفع. يبقى هنا يعني كلمة عمل حر يا بيه، العمل الحر هو عمل اختياري يقع عبء مسؤوليته على صاحبه. أنا بختار أشتغل مدرس، أنا اخترت أشتغل مهندس، أنا اخترت أشتغل طبيب، وتعود بقى، يعني أنا مش شغال عند حد، مش شغال عند حد في مصنع، يعني انا لو شغال في مصنع يطلع ومش عارف ايه واتعب والكلام الحلو ده، وفي الاخر صاحب المصنع هو ياخد كل حاجه وانا اخد 1000 جنيه في الشهر، اصبح الشهر اللي بعديه برضو محتاج، ما انا ال 1000 جنيه ديت بتخلص مثلا على اول الشهر ما بتكملش. يبقى هنا انا لما اشتغل عمل حر هيكون بالنسبه لي افضل، وانا اخترت الكلام ده من زمان. المهم يا شباب، تعريف العمل الحر هو عمل اختياري يقع عبء مسؤوليته على صاحبه، يعني صاحبه هو المسؤول عن ايه؟ عن الاختيار ده. وتعود اليه، يعني اي حاجه بيعملها بقى نتيجه بقى جهده، انت تجتهد ربنا يكرمك. يبقى هنا وتعود اليه مخرجاته الماديه والادبيه والمعنويه، كل الحاجات دي كلها هتصب في مصلحتك انت. عكس بقى لما تشتغل في الحكومه وتبقى موظف من الاخر، يعني مالكش 30,000 لازمه، اما بقى تشتغل كده وتنشط نفسك وتجتهد وتتعب وتعرق تبقى حاجه جامده. المهم يبقى ده اسمه التعريف الاول. طب التعريف الثاني بقى، ركز بقى معايا في الحته دي، هو العمل الذي لا يتبع اي جهه سواء حكوميه او خاصه. العمل الحر دوت انا مش هشتغل عند الحكومه، مش هشتغل في مصنع، مش هشتغل في مدرسه حكوميه او خاصه، وبرضه مش هشتغل عند حد. ركز معايا، العمل الحر، العمل الحر انا 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 بشتغل عند نفسي. العمل الحر يا شباب انا بشتغل عن نفسي، مش بشتغل عندك يا عم. هو انت احسن مني؟ هو انت دماغك ديت احسن مني؟ هو انت مثلا عندك 16 رجل و16 ايد؟ هو انت مثلا بتطير مثلا وانا 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 بزحف على بطني؟ هو انت مثلا لما بتغضب مثلا بتطلع نار من بقك وحضرتك تنين مثلا يا بيه؟ هو انت اللي بتعمله ما اقدرش اعمله؟ هي كده، اوعى حد يستعبدك. فكر ان انت يبقى عندك كيان، فكر سواء بنت او ولد بقى، فكر يبقى انت عندك حاجه اسمها مستقبل، حاجه اسمها فيوتشر، والفيوتشر انت اللي بتعمله، محدش يعمله لك، محدش بقى هيطبطب وهيدلع وهيدادي فيك والكلام الحلو دوت، لا، انت حط في دماغك فكره، انت بتحب ايه؟ انت الشغلانه اللي انت حاببها ايه بالظبط؟ وابدا اشتغل عليها. التعريف الثاني هو العمل الذي لا يتبع اي جهه سواء حكوميه او خاصه، ويقوم الشخص به بنفسه، انا بنفسه لحسابه الخاص، المدخرات بقى الماديه والادبيه والمعنويه هترجع لي انا، ويستثمر جهده يعني تعبه وماله فلوسه في الحصول على اقصى ربح ممكن من هذا العمل. انت دخلت مشروع، عملت المشروع ده ب 20 30,000 جنيه، ربنا كرمك وكسبت قدهم، بعد كده اتطور وتدخل ناس شركاء معاك، بس يكون المشروع ناجح، بس اهم حاجه تختار البيئه اللي تعمل فيها ايه؟ المشروع، اهم حاجه تخطط للمشروع، اهم حاجه تعرف تدير المشروع اللي انت كل حاجه هترجع لك فيما بعد. دوت يا شباب تعريف العمل الحر. ويتضح من هذا التعريفات بان العمل الحر، ركز بقى في الحته اللي جايه دي قوي 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 قوي. واحد، قد يكون عملا في مجال واحد او متعدد المجالات. العمل الحر ممكن انسان يشتغل حاجه واحده، انا مدرس، ممكن انا اشتغل مدرس ومهندس وطبيب وتاجر و و و. يبقى هنا هو بيقول لك ايه؟ قد يكون عملا في مجال واحد، انا ممكن تشتغل شغلانه واحده،
او متعدد المجالات. دايما يا جماعه الناس الاغنياء جدا بتلاقيه شغال في الزيت، في السكر، في 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 الزلط، في الرمل، في الاسمنت، في الحديد، في الخشب، شغال في كل حاجه. واحد مثلا زي نجيب ساويرس دوت حاجه غول غول اقتصاديا يا جماعه، غول اقتصاديا، انتوا فاهمين ازاي؟ فواحد شغال كل حاجه. الناس بتاعت رنين دوت يا جماعه اللي هو المعرض بتاع رنين دوت، مجموعه من الشركه يا جماعه مستحوذين على مصر، التوحيد والنور كله يا جماعه، كارفور، مش عارف ايه، شركات، مجمعين شركات كده في بعضها وعاملين شغل جامد. فهنا يا جماعه بقول لك العمل الحر من خلال التعريف دوت بيبان لك بقى ان العمل الحر قد يكون عملا في مجال واحد. يعني انت ممكن تشتغل ايه في مجال واحد، في اسمنت مثلا، او متعدد المجالات، تشتغل بقى في اسمنت، في رمله، في زلط، في طوب، هو عايز يقول لك كده، حسب اهتمامات من يقوم به او تفرضه عليه ظروف السوق. يعني انت تيجي النهارده السوق محتاج القلم دوت فتصنع القلم، او تستورد القلم من الصين، تيجي النهارده السوق محتاج الورقه فتبدا تصنع ايه الورقه، السوق النهارده محتاج اتصالات فتشتغل في اتصالات، السوق النهارده محتاج مثلا تكنولوجيا فتشتغل في التكنولوجيا، السوق النهارده محتاج ان انت تبقى مدرس فانت تشوف السوق محتاج ايه وتبدا تنفذ. اوعى 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 يبقى عندك الفكر العقيم ده ان انت تشتغل 30 يوم وتتفحت، تشتغل شغلانتين 30 يوم، يعني متخيلين ما بتنامش، وفي الاخر 2000 3000 4000. اوعى اوعى الفكر ده يخش في دماغك. انت لازم تطور من نفسك، لازم تطور من نفسك. يعني اقول لكم حاجه، انا كمدرس ثانويه عامه كنت شغال زي النظام القديم بالفهم والحفظ بس، كنا بنعتمد السنوات اللي فاتت ان انا احفظ الطالب ونغني بقى، وعلم الاجتماع لم ينشا من فراغ، والحاجات الحلوه اللي انتم عارفينها ده كنت برقص والكلام ده، بس عشان اواكب بقى اللي بيحصل لا، لازم اقعده كده ولازم افهمك، لان خلاص مفيش حاجه اسمها اسئله محدده اقدر اقول لك هيجي لك في اخر السنه ايه. الاسئله اصبحت غير نمطيه، يعني الاسئله متحرره. فعملت ايه يا معلم؟ بدات ادرس من تاني تالت ورابع، وامسك كتاب المدرسه واطلع كلمات مثلا معينه، وابدا اخش ايه اعمل سيرش على الكمبيوتر، اعرف الكلمه دي معناها ايه، عشان لما اجي اقول لك المعلومه اقول لك صح، عشان احس، حتى مش انت مثلا، انا احس ان انا حاجه كويسه. فانت لازم تستثمر نفسك في نفسك عشان انت تبقى كويس. قد يكون عملا في مجال واحد او متعدد المجالات. مثال: قيام احد الشباب بعمل اكثر من مشروع في اكثر من مجال كالدواجن وصناعه الاعلاف. يعني ممكن واحد يشتغل في اي حاجه، في الدواجن، في الاعلاف. 2: قد يكون عمل انتاجيا او خدميا او مهنيا او ذهنيا. قد يكون عملا انتاجيا، يعني يا شباب عملا انتاجيا، يعني انت شغال في مصنع بتنتج القلم ده اسمه عمل انتاجي، بتنتج الورقه دي ده اسمه عمل انتاجي، او خدميا، يعني انت مثلا خدميا بتوفر بقى ايه حاجات لناس، يعني مثلا شغال مثلا بتوصل طلبات، بتوصل اوردرات، مش عارف ايه، فمثلا واحده مثلا عايزه دواء، واحده عايزه 2 كيلو قوطه، واحده عايزه 3 كيلو كوسه. على فكره يا جماعه الخضروات بتكسب نار، اعرف شباب كانوا طلبه عندي زمان، دلوقتي بسم الله ما شاء الله عليهم، كانوا بيلفوا بالتروسيكل دوت يبيعوا خضروات، قوطه وبطاطس، اللي انت مثلا ممكن تحتقرهم، ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتبيع قطه؟ انت بتبيع بطاطس؟ ايه ده؟ ده انت طالب يخرب بيوتكم. دلوقتي بسم الله ما شاء الله عندهم محلات وربنا يا رب يزيدهم. فهنا قد يكون عمل انتاجيا، يعني انت شغال في الانتاج، قد يكون يعني في الصناعه، يعني في الصناعه. قد يكون عملا مثلا خدميا، بتقدم خدمه وتاخد ايه مقابل مكانها، مش بتبيع سلع بس انت هنا بتقدم خدمه. قد يكون عملا مهنيا مثلا، انت مثلا شغال مثلا في التكييفات، التكييف بيبوظ فانت بتروح بتصلحه، فده اسمه ايه، عندك مهنه فبتكسب من خلالها، او في المصنع او في المعمل او في المكتب. يعني انت مثلا في المصنع شغال مثلا بتورد او بتاخد حاجه مثلا من المصنع، او بتبيع او بتشتري المنتجات بتاعه المصنع، مش شغال في المصنع، خد بالك انت هنا مش شغال في المصنع، انت بتاخد المنتج بتاع المصنع وتبيعه. او المعمل بقى لو انت مثلا طبيب، او المكتب لو انت مثلا محامي، دي كلها يا جماعه اعمال حره. يبقى هنا ركز، مثال عمل انتاجي كالمصنع وخدمي كمركز الاتصالات، وذهني كالمراكز التعليميه. ذهني بقى يا شباب اللي هو بيعتمد على ايه، على التفكير،
ذهني ان هو بيعتمد على ايه؟ على التفكير. على فكره يا جماعه انا لسه فاتح المزامه دي قدامكم، يعني ما بطلعش عليها. المزامه التانيه بتاعتي جامده جدا، ما تسيبهاش هنا، بس انا مختار المزامه دي عشان المزامه دي فيها امثله وامثله كتاب المدرسه. ركز معايا. طيب يبقى هنا واحد، هنا اتنين، هنا تلاته. يبقى واحد قد يكون في مجال واحد او عده مكانات. اتنين قد يكون العمل انتاجيا او خدمي او خدميا او مهنيا او ذهنيا بيعتمد على التفكير. تلاته قد يعتمد العمل الحر على التجريب او الاستقراء او الاستنباط. الله 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 الله، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده كله ده يا معلم؟ تجريب ايه واستقراء ايه واستنباط ايه يا مستر؟ انت كده يا مستر هتحذفنا على المنطق. لا يا حبيب قلبي، انا ولا هحذفك ولا حاجه. بص يا معلم، التجريب يعني انت مثلا تعبان فبتروح للدكتور، فالدكتور مش ساحر يعني. الدكتور مش ساحر، مش هبص في ام عيدك كده اقول لك انت عندك استبيحس مثلا، لا. فلازم يقول لك تعالى بص روح المعمل دوت واعمل الاشعه ديت واعمل لي مجموعه التحاليل ديت. فالحاجات دي يا جماعه اسمها تجريب او استقراء. مش انا قلت قبل كده ان الاستقراء هو ايه؟ علم بيعتمد على الملاحظه والتجربه والمشاهده. فالطبيب، ركز يا بيه، حط دايره على الكلام ده، الطبيب بيعتمد على الملاحظه والمشاهده والتجربه. طب يا مستر دي فهمناها، يعني ايه استقراء؟ يعني هنا في بعض المهن بتعتمد على التجربه زي الطبيب مثلا. طب والاستنباط؟ مفهومه استنباط يعني عقل، يعني مهنه تعتمد على العقل زي المحامي، زي المدرس، زي القاضي، زي اي حاجه بتعتمد على ايه؟ على التفكير. يبقى هنا خد بقى المثال. مثال: قيام بعض الشباب بعمل مشروع صغير ففشل فلجأ لمشروع اخر. انت دلوقتي عملت معمل ففشلت فرحت درست، تمام. اذا كان كل مشروعات الدواجن مربحة فان مشروع الجديد سيكون ايه؟ مربح. الانسان هنا يا جماعة داخل المشروع فاكر ان هو هينجح، فانت لازما قبل ما تخش المشروع لازما تخطط للمشروع وتشوف طبيعة المشروع دوت. هل المشروع دوت هيعتمد على الذهن ولا هيعتمد على ان انت لازم تجرب، لازم تجرب المنتج اللي هتبيعه في منطقة معينة. يعني مثلا مش هتجيب مثلا القاهرة زي مثلا المحافظات النائية بقى اللي هي الارياف مثلا، او المحافظات البدوية، لان شفت قبل كده ميرا كانت سألت عن كلمة بدوي. البدوي هو الانسان الذي يعيش في الصحراء يا ميرا. البدوي هو الانسان الذي يعيش في الصحراء. ركز بقى معايا. اربعة: العمل الحر عملا تنافسيا يتأثر اساسا باحد عوامل السوق زي العرض والطلب والامكانيات المتاحة. ركز بقى معايا في الحتة دي. العمل الحر ده يا شباب في تنافس، يعني مثلا انا كمدرس في المنطقة مثلا في اكتر من مدرس فلسفة وعلم نفس، فبيحصل ما بيننا حاجة اسمها تنافس، فبيحصل حاجة اسمها عرض وطلب. يعني في طلبة بتحب مستر تامر وفي طلبة يا مستر بتكره مستر تامر، كتير جدا على فكرة، وكتير الحمد لله بيحبوني. فاللي بيكرهوني انا عارف بيكرهوني ليه، عشان انا ناشف شوية. بمعنى ايه؟ لما بقول امتحان لما بقول واجب فبشلوح فبطرد، انا بطرد كتير، انت فاهم ازاي؟ ففي ناس ما بتحبنيش، فاللي مش بيحبني ده بيروح لواحد ايه؟ لمدرس تاني يحبه، وهكذا. ما لولا يا جماعه بصوا، لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. يعني هي عندي مثلا خمس مدرسين، قشطه، خمس مدرسين، معقوله مدرس واحد ياكل الفته كلها؟ لا. فلازما ايه؟ ها عندي 100 طالب، ال 100 طالب لازم يتوزع عليه على الخمس مدرسين، على الخمس ايه؟ مدرسين. يبقى هنا في تنافس، يبقى انا لازم اطور من نفسي، والمدرس التاني لازم برضه يطور من نفسه، عشان خلاص يعني المنهج الجديد يا شباب اللي مش هيطور من نفسه هيقع كمدرس. يعني في مدرسين كتير جدا وقعت بسبب ان هي لسه حاطه في دماغها ان التدريس عن. لا يا حبيب قلبي، التدريس مش عن، التدريس عباره عن ايه؟ ان انت معاك كتاب او معاك ملزمه، بتعمل ايه يا معلم؟ بتقرا الكتاب او بتقرا الملزمه وتفهم بس، وتفهم حتى لو ما شفتش اسئله. يعني سيبك من الاسئله، انت طالما فهمت اللبه خلاص الموضوع انتهى، طالما فهمت الدرس هتحل اي حاجه. سيبك من الاسئله، ما تشتتش نفسك، برجع اقول ما تشتتش نفسك. يبقى هنا شباب العمل الحر عملا تنافسيا تاثر اساسا باحد عوامل السوق، في حاجه اسمها عرض وطلب. انت دلوقتي شغال في السوق بتبيع اي حاجه،
بتبيع اي حاجه، فلازم يظهر لك منافس، فالمنافس دوت بيبيع نفس المنتج فبيرخص المنتج بتاعه، فانت لازم ترخص المنتج بتاعك عشان يحصل تنافس، عشان الناس تختار تشتري من مين. ركز، مثال والله العظيم اول مره اشوف الامثله ديت، يعني انا زيكم كده بالظبط بشوف المزامير دي لاول مره. مثال، التاجر في متجره، العمال الحرفيون في محلاتهم، والمحامي في مكتبه الخاص، والطبيب في عيادته الخاصه. والطبيب في عيادته ليه الخاص؟ يبقى هنا شباب، من خلال التعريفين اللي فوق ده دولت يا شباب، من خلال التعريف الاول والتعريف الثاني دوت، ها يترتب على التعريف اربع حاجات قلناهم بالتفصيل. تمام، بص بقى يا معلم، هنخش على، ركز معايا، على حاجه اسمها بيئه العمل الحر. انت عشان تشتغل شغلانه حلوه وتكسب فلوس كتير لازم تشوف البيئه. يعني ايه البيئه؟ يعني المكان اللي انت هتفتح فيه المحل بتاعك ده او مشروعك او مصنعك هو محتاج ايه. يعني مثلا ما تروحش مثلا ارياف، ركز معايا، ما تروحش ارياف بقى وتبيع لهم بقى منتجات غاليه بقى، ايفون ومش عارف ايه والكلام ده، عمرهم ما يشتروه، هم اخرهم سامسونج، هواوي، مش عارف اوبو والكلام ده. لما تيجي مثلا تبيع مثلا موبايل محترم زي ايفون دوت، فتنزل بقى الساحل بقى وتنزل بقى الاماكن الحلوه ديت، الناس اللي معاها فلوس. فما ما ينفعش تروح تختار بيئه زباله زيك يا معفن ما درستهاش وتقول انا هروح ابيع هناك ايفون، مش هيشتروه. فلازم أن تدرس البيئه، يعني لازم أن تدرس المكان عشان تنجح، تختار البيئه. يعني مثلا هديك مثال على سبيل المثال وليس الحصر، عندنا في المنطقه في شارع اسمه شارع جمال عبد الناصر. الشارع ده في المنطقه هو اقوى شارع فيك يا حدايا حلوه. الشارع دوت يا جماعه في شهر رمضان خصوصا بتلاقي السكان اللي في الشارع كله، اصحاب البيوت والمنازل اللي في الشارع كلهم فارشين في الشارع، كل واحد جايب خشبه وفرش في الشارع وبيبيع. هو اصلا مش بياع، هو اصلا مش تاجر، بس هو اختار الموقع، البيئه. فمثلا يعني مثلا في بيئات يا جماعه ما ينفعش مثلا اروح ايه ازرع فيها، يعني مثلا بيئه بتعتمد مثلا على الصيد، اسكندريه، بورسعيد، السويس، الناس دي كلها بتعتمد على الصيد، فما ينفعش اروح افتح لهم بقى مصنع جزم هناك. ليه؟ لان هم اصلا مش هيفكروا غير في الصيد. ناس مثلا في الصعيد بيعتمدوا على الزراعه، فما اروحش مثلا ابيع لهم سمك لان هم مش بيفكروا. فلازم اختار البيئه اللي انا هشتغل فيها. ركز معايا. ثانيا، بيئه العمل الحر تعتمد نسبه العمل الحر على النواحي التاليه. يعني انت عشان تعمل شغلانه حلوه وتكسب فلوس كتير لازم بقى تركز في الحاجات اللي جايه ديت. واحد، على الفرص التي توفرها البيئه. البيئه بتوفر لك فرصه معينه، البيئه بتوفر لك فرصه معينه. يعني مثلا سينا يا جماعه فيها رمله بتشفي العظم، فالناس دلوقتي بتستغل البيئه ديت اللي هم البدو بقى اللي هم العرب، واي واحد يجي يدفنوه في الرمله ياخدوا مثلا 20 30 الف جنيه من السياح. فايه اللي حصل؟ استغل البيئه وكسب منها فلوس، استغل البيئه وكسب منها فلوس. يبقى هنا تعتمد نسبه العمل الحر على النواحي التاليه، على الفرص التي توفرها البيئه. اثنين، على قدرات وتفضيلات السكان. قدرات وتفضيلات السكان، يعني مثلا بلد زي دمياط شغاله مثلا في المشبك، فهم عندهم قدرات وتفضيلات، يعني هم فاهمين في الكلام دوت، فاكتر ناس يعرفوا يعملوا المشبك، واكتر ناس في نفس الوقت يعرفوا ازاي يكسبوا من المشبك ده. فهمتوا حاجه؟ بلد مثلا بتعتمد على الاساس، اكتر ناس يستغلوا الكلام دوت، واكتر ناس عندهم القدرات ديت، غزل المحله، بيبيعوا مفروشات، اكتر ناس يقدروا يستفادوا من الكلام ده، واكتر ناس عندهم القدرات. فهنا هم بيشوفوا البيئه محتاجه ايه. وعايز اقول لك كده، هو بيشوف البيئه محتاجه ايه، بيشوف البيئه محتاجه ايه ويبدا يوفر لها الاحتياجات ديت. يا رب تكون الفكره وصلت. يبقى هنا تعتمد نسبه العمل الحر على النواحي التاليه: واحد، على الفرص التي توفرها البيئه. اثنين، على قدرات وتفضيلات السكان. ثلاثه بقى، بالتكنولوجيا المتوفرة. يعني كل مكان على حسب استخدام التكنولوجيا. يعني مش هجيب القاهرة مثلا زي الأرياف، القاهرة بتستخدم التكنولوجيا في أي حاجة، الأرياف لسه ما وصلتش التكنولوجيا، أو وصلت دلوقتي بس مش بالقدرة بتاعت القاهرة، مش بالقدرة بتاعت الناس اللي عايشين في القاهرة. فهنا احنا هنا ممكن نستخدم التكنولوجيا، ممكن واحد مثلا
انا عارف عندكم كل حاجه، انا عارف والله العظيم، بس مش زي عندنا برضو، فاهم حاجه؟ عندنا فايبر في ايه، انا بديك مثال يا ساره. ايه ده، الميه فيها حاجه غريبه، انا مليت الميه وشربت على طول، مش عارف فيها كلور ولا ايه. طيب انتوا عندكم كل حاجه، بديكي بس مثال يا دكتور. قشطه يا معلم. يبقى هنا انا بستخدم التكنولوجيا، انا مثلا هديك مثال، كنت شغال في مصنع وصاحب المصنع حصل تطور وصاحب المصنع استبدل العمال بآلة ورفضني، هقعد بقى استنى اروح اشتغل في مصنع تاني؟ لا، اروح جاري اشتريت آلة صغيرة مثلا بكيس اللي هي بتاعت الكياس ديت، واحد عاملها، في آلة اللي هي بتاعت ان ايه، عارفين لما تخشوا تشتروا جبنة وتشتروا لانشون، بيبقى لك الجبنه واللانشون في حاجه اسمها فوم، ففي مكن بيعمل الفوم دوت ومكن صغير، فممكن اشتري المكن دوت واعمل انا الفوم دوت واكسب انا. يبقى هنا انا اعتمدت على التكنولوجيا، اعتمدت على حاجه اسمها تكنولوجيا. بص بقى يا معلم، كمان بيئه العمل الحر بتعتمد على مستوى النمو الاقتصادي او العوامل الاقتصاديه والثقافيه والديموغرافيه الاجتماعيه. ناخدها من ورا. يعني يا مستر كلمه ديموغرافيه هنا بيتكلم على السكان، كل بيئه معينه فيها عادات وتقاليد ايه بطريقه معينه، يعني مثلا الناس اللي ساكنه على البحر فالبيئه بتاعتهم بتعتمد على الصيد، الناس اللي ساكنه مثلا في الاراضي الزراعيه فالبيئه بتعتمد على الفلاحه، الناس اللي ساكنه مثلا في الصحراء فالبيئه بتعتمد على كذا، فدي اسمها ايه، موقع ديموغرافي او علاقه السكان بعضهم ببعض داخل البيئة. يبقى هنا بص يا معلم، داخل البيئة بشوف المستوى النمو الاقتصادي، مثلا القاهرة في نمو اقتصادي جامد جدا، فين؟ في القاهرة. فهنا الكلام دوت يخليني انزل اشتري منتجات وابدأ ابيع، وابدأ ابيع ليه؟ لأن القاهرة فيها نمو اقتصادي. طيب يعني هنا ايه يا مستر؟ يعني هنا العوامل الاقتصادية بتساعدني، العوامل الاقتصادية بتساعدني ان انا اجيب فلوس. يبقى هنا مستوى النمو الاقتصادي والثقافة، يبقى لازما كمان ابقى عندي معلومات عن البيئه اللي انا هشتغل فيها، عندي معلومات عن البيئه اللي انا هشتغل فيها، يعني ما اروحش مثلا اجر مركب وانزل في المحيط وابيع سمك، ده هبل، انت فاهمين ازاي؟ فلازما يبقى عندي معلومات عن المكان اللي انا هنزل مثلا افتح فيه المصنع، هفتح فيه المحل، هفتح فيه المدرسه، هفتح فيه المجله، هفتح فيه اي حاجه. يا رب تكون الفكره وصلت. بص يا معلم، المدن والكثافة، مثال المدن والكثافة السكانية تتيح فرص عمل حر أكثر من القرى. أهو قال لك هنا، أهو المدينة بيبقى فيها فرص عمل أكتر من القرى، لأن القرية يا جماعة خدناها في علم الأنثروبولوجيا، قرية صغيرة، القرية صغيرة كل الناس عارفة بعضها في القرية، أما المدن حاجة كبيرة جدا، وكمان المدن يا جماعة بتستقبل التكنولوجيا بسرعة، عكس 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 القرى. يا رب تكون الفكره واصله. يبقى هنا عشان اعمل عمل حر لازم اختار بقى البيئه. طب ركز بقى معايا، في عندي اتنين من العلماء اتكلموا عن الكلام ده، يعني في واحد اتكلم عن الاقتصاد. يعني بص يا جماعه، ركز بقى معايا في اللي جاي ده عشان لازم تفهموا مني، في حاجه اسمها العوامل الاقتصاديه التي تؤثر على العمل الحر من وجهه نظر بلو، في حاجه اسمها عوامل اقتصاديه، ركز بقى معايا، تؤثر على العمل الحر، العوامل الاقتصادية اللي فوق دي يا شباب، تؤثر على العمل الحر، يعني أنت مثلا شغال في القاهرة، عكس لما تكون شغال مثلا في المنوفية، عكس لما تكون شغال مثلا في المحلة، ليه بقى؟ لأن عندك، أنا قلتها من شوية، إن القاهرة يا جماعة فيها التكنولوجيا بسرعة. بص بقى يا معلم في اللي قاله الواد بلو دوت. بلو قال لك لازم أختار بيئة اقتصادية عشان العمل الحر بتاعي ينجح، لازم اختار البيئة او العوامل الاقتصادية. طب ركز بقى معايا كده، ليه هو اختار العوامل الاقتصادية ديت يا بيه؟ بص بقى، واحد قال لك بسبب حاجتين، التغيرات التكنولوجية، اتنين تغيرات البيئة او تغير البيئة الصناعية. في المدينة، المدينة يا جماعة بتستجيب للتكنولوجيا بسرعة، قلتها قبل كده، بتستجيب للابتكارات، بتستجيب للاختراعات، بتستجيب من الاخر للجديد. يعني مثلا في المدينة بتلاقي واحد معاه موبايل، كمان 3 4 شهور ينزل موبايل جديد يشتريه، الكلام دوت ما يحصلش في الارياف،
كل واحد ماسك موبايل مثبت فيه، انت فاهمين ازاي؟ فهنا بيحصل استجابه، فهنا بيحصل استجابه. كمان تغيرات البيئه الصناعيه، كل شويه بينزل جديد بقى، هتروحوا فين بعد كده؟ مميكن. زمان يا جماعه كنت بتروح بقى البوسطه مثلا عشان تحط فلوس او عشان تسحب فلوس، وكنت بقى بتقعد طوابير والكلام الحلو ده. بص يا معلم، قال لك هنا الواد بلو دوت، العوامل الاقتصاديه يا شباب بتؤثر بسبب حاجتين، قال لك التغيرات التكنولوجيه دي، وقال لك تغيرات البيئه الصناعيه. طب يا مستر فهمها لنا معلش. بص هنقراها الاول كده عشان افهمها لك. يلاحظ ان تلك التغيرات قد حددت من مزايا الشركات الكبرى، يعني التغيرات التكنولوجيه وتغيرات البيئه الصناعيه حجمت الشركات الكبرى. طب حجمتها ازاي؟ هقول لك. وخلقت فرصا افضل للشركات الصغرى، يعني الشركات الكبرى يا جماعه بسبب التكنولوجيا حصل لها مشكله. طب مستر معلش فهمنا النقطه دي. بص يا معلم، انا مثلا عندي مصنع كبير، عندي مصنع كبير جدا جدا، بصنع مثلا بلاستيك، بصنع بلاستيك، اوكي اوكي يا مستر، ببيع مثلا الكيس بخمسة جنيه. فانا كتامر فكرت في المشروع دوت، ومكنه البلاستيك ديت مكنه صغيره ممكن احطها في البيت، فرحت اشتريت المكنه، ركز بقى معايا، اشتريت المكنه وبعد كده صنعت انا البلاستيك، وبدل ما بيع البلاستيك ده بلاستيك دوت بخمسة جنيه بعته باتنين جنيه، ما انا ما بدفعش ضرايب، ما انا بعمل البلاستيك دوت تحت ايه؟ تحت السلم. يبقى كده يا شباب الشركات الصغرى اثرت على الشركات الكبرى ولا ما اثرتش؟ اثرت، صح ولا مش صح؟ طيب ماشي، هديك مثال تاني. انا قلت لك قبل كده ان انا مثلا عندي مصنع وعندي عمال شغالين في المصنع، وكل شويه بيظهر الات جديده، كل شويه بسبب التغيرات التكنولوجيه وتغير البيئه الصناعيه بيظهر حاجات جديده، والاله او الروبوت اللي انا بشتريه دوت يا شباب اللي هناخده ان شاء الله في المنطق في الدرس الرابع بعنوان السيبر نطيقه، الروبوت ده يا شباب بيوفر ليا وقت، بيوفر ليا جهد، بيوفر ليا تعب، بيوفر ليا فلوس. فانا مثلا عندي مصنع شغال في المصنع دوت 100 عامل، فانا بسبب التغيرات التكنولوجيه ديت همشي 95 عامل، وهخلي خمسه بس من العمال يدوروا الالات. ركز معايا، يدوروا ليه الالات؟ يبقى انا ايه؟ انا كصاحب مصنع المهمه بتاعتي ان انا اكسب، انا ماليش دعوه بيك، ماليش دعوه باهلك، انا اهم حاجه الفلوس تخش لي انا. فانا بقى كتامر شغال في المصنع، فاضطردت من المصنع، ففكرت ان انا اشتري ايه؟ مكنه البلاستيك عشان اخسر المصنع ده. فهمتوا حاجه؟ وصلت؟ يبقى هنا العوامل الاقتصاديه اللي اتكلم عنها واحد اسمه بلو، قال لك متاثره بحاجتين، تتاثر بحاجه اسمها تغيرات تكنولوجيه، وتتاثر بحاجه اسمها تغيرات البيئه الصناعيه. يلاحظ ان تلك التغيرات اللي هي التكنولوجيه والبيئه، ركز معايا، يلاحظ ان تلك التغيرات اللي هي التكنولوجيا والبيئه قد حددت، يعني حجمت من مزايا الشركات الكبرى، يعني الشركات الكبرى مش زي زمان، مش هتكسب زي زمان. ليه؟ لان هي خلقت فرصا افضل للشركات الايه؟ الصغرى. انا كتامر فتحت المشروع وجبت الاله وكسبت، وذلك لان بقائها لم يعد معتمدا على العامل الاقتصادي وحده، بقاء المنظمه الكبيره ديت مش بس، او بقاء تامر دوت، انا عشان اعيش وعشان اكسب مش مستني المصنع، انا مش مستني المصنع، انا هشتغل وهكسب من عرق جبيني، وهكسب اضعاف اضعاف لما كنت شغال في المصنع. يبقى هنا التكنولوجيا، وعايز بقى يقول لك ايه الفكره بقى هنا، عايز اقول لك التكنولوجيا والتغيرات البيئيه والتغيرات التكنولوجيه والبيئيه ادت فرصه لزياده وانتشار العمل الحر، يعني التكنولوجيا خلتنا انا حر. ركزوا معايا تمام، يبقى دي اول حاجه عوامل ايه؟ اقتصاديه. ركز بقى معايا في الحته اللي جايه ديت اول، بسم الله الرحمن الرحيم، هي فين؟ القيم الثقافيه وتاثيرها على سلوك العمل. في حاجه اسمها عوامل اقتصاديه بتؤثر على العمل اللي خدناها فوق، اللي هي اسمها ايه يا مستر؟ ها، تغيرات تكنولوجيه وتغيرات البيئه الصناعيه اللي اتكلم عنها واحد اسمه بلو. بس خد بالك بقى، في عالم تاني ما اختارش العوامل الاقتصاديه، ما قالش العوامل الاقتصاديه، اسمه ديفيد سون. في عالم يا جماعه اسمه ديفيد سون، اسمه ديفيد سون، قال لك بقى لا،
العوامل الاقتصادية مش هي اللي هتأثر على العمل الحر. طب يا ديفيد، ايه اللي هيأثر على العمل الحر؟ قال لك بص يا معلم، اللي هيأثر على العمل الحر حاجتين. طب قول يا معلم ما تتكسفش، احنا اخواتك يعني، احنا زي اخواتك يعني، انت هتقلع قدامنا يعني، ما تتكلم. قال لك في حاجتين يا معلم تامر. ايه يا معلم توني؟ قال لك القيم والثقافة. تمام، طب ازاي الحاجتين دول هيأثروا على العمل الحر؟ طب امسك القيم، تروح مثلا قرية عندهم عادات وعندهم تقاليد وعندهم مش عارف ايه وعندهم اعراف وعندهم مش عارف ايه وعندهم ايه عسل. ميرا رحت انك تسجل عشان الباقة بتاعتها خلصت. الباقة ما انا بسجل هو، بس يا رب التسجيل يكمل على خير. طيب بص يا معلم، انا بروح مثلا مكان معين، المكان ده او البيئة ديت عندها قيم معينة، عندهم عادات وعندهم تقاليد معينة. يعني مثلا لما تروح الأرياف، هديك مثال بسيط كده يا رب تفهمه. الأرياف طبعا بيعملوا العيش اللي هو المرحرح دوت والعيش اللي بالتاو والكلام ده. لو رحت مثلا فتحت هناك فرن وهتبيع لهم عيش، ممكن تشتغل والكلام ده بس مش تكسب. ليه؟ لأن البيوت كلها عندهم بقى الأفران وعندهم مش عارف ايه، فهم اتربوا على العيش البلدي، اتربوا على العيش الشمس. لا خلاص، عندهم ثقافة معينة، يعني هم استحالة يقبلوا الكلام ده. زي مثلا فكرة الجواز في الأرياف، تلاقي البنت أو الولد بيتجوزوا بدري، عكس مثلا القاهرة، هم عندهم قيم وثقافة. هنا ديفيدسون ده قال لك عشان تشتغل عمل حر وتنجح وتكسب لازم تدرس القيم الثقافية بتاعت كل مجتمع. يعني مثلا المجتمع الأمريكي محتاج إيه؟ وتروح تبيعه. المجتمع المصري محتاج ايه؟ وتروح تبيعه. المجتمع السوداني محتاج ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني بدور على القيم والثقافة الامريكية والمصرية والسودانية، بشوف متطلبات السوق وببدأ اشتغل من الكلام ده او على المنوال ده. يا رب تكون الفكرة وصلت. يبقى هنا القيم الثقافية وتأثيرها على سلوك العمل. يحدد ديفيدسون رؤيتين عامتين فيما يختص بالعلاقة بين القيم والثقافة وسلوك العمل. هنا ركز معايا، الأولى يا جماعة، شرح السمات النفسية الكلية لعملية الشراكة والتي تقوم على فرضيتين، تقوم هذه الرؤية على المستوى الفردي للثقافة. ركز بقى معايا في الحتة اللي جاية دي عشان تفهم. ديفيدسون قال لك أنا لازم أدرس السمات النفسية الكلية الشاملة لعملية الشراكة. تعالى كده يا معلم، عملية ايه يا تامر؟ قال لك عملية الشراكة. عملية الشراكة، أنا كتامر رحت أعمل مشروع، المشروع دوت أنا معايا 5000 جنيه، عملت مشروع وبعت بلالين، تمام؟ قدامي شركة كبيرة عندها مصنع بلالين، أنا ببيع البالونة بجنيه، هي بتبيع البالونة بنص جنيه، مين اللي هيكسب؟ هم. يبقى انا لو فكرت سنه، ما انا ممكن انا معايا 5000 جنيه، اجيب واحد معاه 5000 جنيه، واجيب واحد تاني معاه 5000 جنيه، واجيب واحد تالت معاه 5000 جنيه. المهم هنجمع مثلا مليون جنيه ونعمل مصنع بلالين كبير وننجح ونكسب ونبيع بقى ارخص من المصنع التاني. يبقى الشراكه حلوه ولا وحشه؟ حلوه. طب الشراكه ما بتنفعش عندنا عشان احنا ولاد لذينه، بس بره كل حاجه شراكه. في المجتمعات المتقدمه يقول لك الشراكه افضل، الشراكه بتخلي راس المال يبقى كبير، الشراكه بتخلي راس المال يبقى كمان الافكار. لما مثلا يبقى شركه مثلا فيها 10 ملاك الشركه، كل واحد عنده فكر، وطالما انا معايا فلوس او انا اشتغلت وقدرت ان انا اجيب مبلغ كبير وقدرت اعمل شركه ودخلت شركه مع 10، يبقى انا اصلا دماغي شغاله. يبقى احنا هنا لما احنا العشرة نقعد مع بعض كده واحنا كلنا عندنا طموح، على فكرة احنا العشرة في الشركة كلنا عندنا طموح وكلنا بنفهم، لما ندي افكارنا لبعض، ده احنا من كتر الفلوس اللي هنكسبها ونقف عليها ابو الهول هيبوس على رجلينا بسبب الشراكة. بس الشراكة بتبوس عندنا في مصر لان احنا شعب فهلاوي، شعب اديك في الارض تبحر. هنا ديفيدسون دوت قال لك لازم يبقى في حاجه اسمها قيم ثقافيه، المجتمع يغير القيم بتاعته. زي فكره الشراكه، بدل ما تشتغل فردي، اهو انا جاي لك في التوضيح،
بدل ما حضرتك تشتغل فردي ممكن تشتغل جماعي. بص، شرح السمات الاولى، شرح السمات النفسيه الكليه لعمليه الشراكه والتي تقوم على فرضيتين، تقوم هذه الرؤيه على المستوى الفردي اي الثقافي للثقافي. بص يا معلم، هنا عندي حاجه اسمها على المستوى الفردي وعندي حاجه اسمها على المستوى الكلي. كلمه الكلي يا جماعه زي الجماعه كده. على المستوى الفردي، والتي ترى ان الفرد الذي يتمتع بقيم الشراكه سيكون اكثر قدره على التعبير عن سلوكيات العمل الحر. الكلام ده يعني الانسان اللي هو هيشارك، هتشارك هتبارك. ده في الامثال، في مثل بيقول لك ايه، هتشارك هتبارك. وكمان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فيه معناه قال لك بارك الله في الشراكه الا لم ايه يخون احدهم الاخر. يعني حتى النبي قال لك شارك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك عشان تكبر التجاره وتعمل المشروع بتاعك يبقى مشروع جميل جدا لازم يبقى عندك حاجه اسمها شراكه، هتشارك هتبارك. يبقى هنا على المستوى الفرد لو انت عندك القيم دي، لو انت مثلا عندك الثقافه بتاعت الشراكه ديت وتحترم اللي هو داخل معاك الشراكه او شريكك، هتلاقي الدنيا معاك اختلفت. طيب على المستوى الكلي، فكلما زاد مثل هؤلاء، يعني ايه هؤلاء؟ قال لك الشركاء الافراد، هو بيتكلم على الافراد في المجتمع، زادت توجهات المجتمع نحو الشراكه والعمل الحر. يعني داخل المجتمع لما بقى في افراد كتير على المستوى الكلي حابين حاجه اسمها شراكه، ده المجتمع هيتقدم، ده المجتمع هيتطور، لان دي هتبقى ثقافه المجتمع. هيبقى المجتمع دوت قائم على ثقافه الشراكه، زي الناس مثلا اللي عايشه على الصيد عندهم الثقافه دي، الناس اللي عايشه على الزراعه عندهم الثقافه دي، الناس اللي عايشه على الاساس عندهم الثقافه ديت. فهنا يا جماعه يحدد ديفيدسون رؤيتين للشراكه. الرؤيه الاولى شرح السمات النفسيه الكليه لعمليه الشراكه والتي تقوم على المستوى الفردي والمستوى الكلي، المستوى الفردي والمستوى الكلي. مثال: إيمان الفرد بقيمة الاقتراض ستجعله أكثر قدرة على ممارسة العمل الحر. أنا عايز أعمل مشروع معايا 5000 جنيه، ما أنا ممكن أقترض 20000 يبقى 25000، بدل ما أروح أشتري مثلا قلم واحد، والقلم دوت لما أشتريه بس واحد كده هيكلفني 10 جنيه، بس لو أشتريت 1000 قلم يبقى القلم هيقف عليا ب 5 جنيه بس، يبقى أنا هقدر أبيع القلم وهقدر أكسب. ليه؟ لأن رأس المال بتاعي زاد. فطول ما راس المال بتاعي بيزيد، طول ما انا ببيع كتير، طول ما انا ببيع بسعر قليل، طول ما الزياده بتجيب، طول ما الزياده بتجيب. يبقى هنا مثال: ايمان الفرد بقيمه الاقتراض، يعني انت تستلف بس تبقى حاطط في دماغ مشروع، مش تستلف وتضايق نفسك وبعد كده تتحبس، ده يبقى هبل. ايمان الفرد بقيمه الاقتراض ستجعله اكثر قدره على ممارسه العمل الحر. كلما اتنين بقى، كلما زاد الافراد اللي هم في دماغهم فكره الشراكه، اللي في دماغهم قيمة الشراكة، اللي في دماغهم ثقافة الشراكة، الذين يؤمنون بهذه القيمة زادت ممارسة العمل الحر. يعني المجتمع كل ما بيزيد الأفراد اللي هم عندهم طموح، اللي هم عايزين يعملوا مستقبل أفضل، القيمة بتاعت الشراكة دي هتزيد، القيمة بتاعت الشراكة دي هتزيد والمجتمع هيبدأ يتطور. طيب ماشي، خش بقى على النظرة التانية بتاعت ديفيدسون يا جماعة. بص، وهي الرؤية الشرعية الاجتماعية، رؤية شرعية اجتماعية. يعني القيم، بص، والمعتقدات التي تفرض نفسها على المجتمع تؤثر على سلوكيات العمل الحر بغض النظر عن معتقدات وقيم الفرد. ركز بقى معايا في الحتة دي قوي قوي قوي، اخر السطر ده بيقول لك ايه؟ بغض النظر عن، عشان الحته دي بتاعت اسئله، بغض النظر عن معتقدات وقيم الفرد. بص، انا كتامر عندي معتقدات وعندي قيم، تمام؟ تمام يا مستر. يعني انا جيت كده في يوم من الايام قبل ما انام جه في دماغي ايه؟ فكره مشروع ان انا هبيع سرنجات مثلا. خلاص؟ قلت ان شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بكره هبيع سرنجات في المنطقه، والمنطقه بتاعتي كلها ارياف، يعني الناس ايه بيفطروا سمنه بلدي. فانا دلوقتي لو فتحت محل سرنجاتي يا نجاتي خسرتاتي، يعني اتخرتقاتي، يعني الفلوساتي بتاعتي راحاتي. ايه يا مستر الكلام ده يا مستر؟ انا دلوقتي
عندي معتقد، ده فكري انا، ده المعتقد بتاعي انا، لو فتحت سرنجات هنجح يا حيوان، مش هتنجح. انت لازما تحط معتقداتك وقيمك، يعني تفكيرك دوت تحت رجليك يا جزمه، ولازما لما تيجي تفكر تفكر على اساس دماغ الناس. المنطقه الناس فيها عايزين ايه بالظبط، الناس عايزه ايه بالظبط في المنطقه عشان تعرف تشتغل. ما تفكرش تبع اتجاهاتك انت، معتقداتك انت. يعني مثلا انا زمان كان عندي فكر عقيم شويه، كنت بنزل في كل السناتر اللي في حلوان وفي المعادي وفي مش عارف ايه والكلام الحلو ده كله، وحدائق حلوان كنت بص تامر توني دوت لو فتحت الحمام هتلاقيه. لا ده الكلام ده بيوقعني، لا. فبدات اسحب نفسي وبقى في كل منطقه مثلا في سنتر واحد او سنترين، لان انا ما عنديش مواعيد، مفيش عارف ايه، فكده انا بعفف نفسي، فكده الطالب هيجيلي. بدل ما انا مثلا في المنطقه مثلا معايا 1000 طالب مثلا، بدل ما يكون معايا 1000 طالب في المنطقه، لا ده انا ممكن بس ال1000 دولت بقى متفرقين في 5 6 سنوات، ده انا ممكن اجمع ال1000 دولت في سنتر واحد مفيش مشكله، وال1000 هيجيبوا 1000 من الاخر. ده مبدئي، العيال بتجيب عيال او الطلبه بتجيب عيال. لا الطالب لما بيقتنع ولما الشغل معاه هو خلاص، فده فكر. يبقى هنا انا دلوقتي هبيع منتج معين، مش دعوه فكري، انا هشوف الناس عايزه ايه وامشي على دماغ الناس. يعني اديك مثال تافه، اكتر حاجه شغاله في مصر، شغاله في مصر التفاهه، اقسم بالله التفاهه. يعني هتلاقي العيال بتوع التيك توك دوت، تلاقي واد طالع على التيك توك، يا بنت يا سار الواد طالع على التيك توك يا اختي، شفته مش عارف من امتى، اسبوعين. الواد طالع معاه علبة مكياج يا اختي كده، والله العظيم 3 من علبة مكياج، وعمال يمكيج نفسه ويحط روج ويحط اي لاينر ويحط والله، ويحط كريم اساس ويغدي ويغدي، وبيتكلم كده كلام مخنسين يعني. وابص على المشاهدات 37 مليون مشاهدة. ايه ده يا معلم؟ ايه يا معلم ده؟ التفاهة بيجيب فلوس يا جماعة. فالمجتمع بتاعنا مجتمع تافه، فانت عرفت المجتمع تافه فتديله تفاهه، تصدر له تفاهه وتخلص بقى. يا رب تكون الفكره وصلت. ها الرؤيه الثانيه بتاعت ديفيدسون، القيم هي الرؤيه الشرعيه الاجتماعيه. شوف المجتمع عايز ايه، شوف المجتمع بيدور عليه. هي القيم والمعتقدات التي تفرض نفسها، يعني هنا المجتمع هو اللي يفرض نفسه عليك، مش انت اللي تفرض نفسك على المجتمع. هنا المجتمع بيفرض نفسه مش انت. القيم والمعتقدات التي تفرض نفسها على المجتمع تؤثر على سلوكيات العمل الحر. انت ما تفكرش، انت تشوف المجتمع بغض النظر عن معتقدات، يعني افكار وقيم الفرد وثقافة الفرد. طب هنا يا جماعة كان عندنا واحد اسمه ايه؟ كان عندنا واحد اسمه ديفيدسون. ديفيدسون ده اتكلم عن ايه؟ عن القيم الثقافية. القيم الثقافية تؤثر على المستوى الفردي وتؤثر على المستوى الكلي. وعندها كم رؤية يا مستر تامر؟ عندي رؤيتين، عندي الرؤية الأولى وعندي الرؤية الثانية. وعندي قبليه واحد اسمه أهو اسمه بلو، اتكلم عن العوامل الاقتصادية. اللي هو قال لك بلو يا جماعة، قال لك التغيرات التكنولوجية تؤثر، وقال لك تغيرات البيئة الصناعية تؤثر. خش بقى على متطلبات العمل الحر، ركز يا بيه. أيوه أوقفي أوي. بص يا معلم، عشان افتح محل، عشان افتح مصنع وانجح والفلوس كده تلعب معايا والدنيا تزهزه كده، واتجوز بدل الواحده 3 و4 وابقى الريان في زمانه، ابقى حاجه كده جامده، لازم اعمل حاجتين. لازما وانا شغال في العمل الحر بتاع اللي هو بتاعنا لازم يبقى في حاجه اسمها تخطيط. مش انا جات لي الفكره بالليل او مطبقها الصبح، ده هبل عند امه يا احمد، عند امه يا ادم، الكلام ده ما ينفعش. اتنين، لازم من الاداء، لازم اطور من نفسي. طب نمسك واحده واحده كده، خليك معايا، الكلام اللي جاي كله تافه. بص يا معلم، متطلبات العمل الحر، تاني متطلبات العمل الحر، اتنين تخطيط واداء. التخطيط، بص يا معلم، لازم تحدد السوق، تحديد السوق، اتنين تحديد الاولويات، 3 مسائل التمويل،
4 طاقم العمل، 5 التنظيم والإدارة، 6 إدارة التمويل. عندي يا جماعة 6 حاجات والأداء 5، بس خلينا بس في ايه، في الستة بتوع التخطيط دولة الأول. ركز يا بيه، تحديد السوق، من هم العملاء وماذا يريد العميل، العميل عايز ايه. انا دلوقتي هبيع سرنجات، اروح جاي جنب مستشفى وافتح بقى مستلزمات طبية. شفتوا حلوة الفكرة دي، صح ولا مش صح؟ العميل عايز ايه؟ العميل عايز ايه؟ العميل عايز مخدرات، ابيع له مخدرات. العميل عايز توك توك وتفاهة و و و و اديله الحاجات دي كلها، زي مثلا شركات اتصالات وشركات اورنج وفودافون بيتنافسوا. العميل عايز ايه؟ العميل عايز بقى خصومات وعاوز جيجات وعاوز انترنتات وعايز دقايق وعايز حاجات، في تنافس. خدمة العملاء هنا بتخش بقى بصدرها. يبقى هنا بحدد السوق اللي انا هشتغل فيه، زي الصين كده. الصين مسيطرة على الدول العربية، هي محددة هي بتعمل ايه، هي محددة. طيب ماشي، انا هفتح المحل بتاعي وايه، اشوف ايه الزبون عايز ايه. تحديد بقى الاولويات، انا مثلا يا جماعة فتحت سوبر ماركت، لازما في اساسيات في السوبر ماركت، يعني زيت، سكر، طعمية، جبنة، مش عارف ايه. الناس تصحى من النوم كده تخش السوبر ماركت عايزة زيت وسكر، دي اساسيات. بس معنى كده ان انا ما اجيبش المنتجات التانية؟ لا، ده انا اجيب الاساسيات الاوليه والثانويه، بس احط في دماغي ان في منتج بيتباع بسرعه عشان المشروع بتاعي ما يفشلش. يبقى هنا تحديد الاولويات، كيف يمكن تقديم كل ما يرغبه العملاء وباي اولويه، اشوف العميل بيفكر في ايه واجيبها، اجيبها من دماغه. يعني مثلا تحس مثلا الانترنت والسوشيال ميديا على الفيسبوك، كنت مثلا بتكلم عن مايك وانا بدور على السوشيال ميديا على الفيسبوك لقيت 100 مايك، تحس ان الموبايل دوت بيتجسس عليا، اقسم بالله. هنا بيعملوا ايه؟ هنا هم بيشوفوا الزبون عايز ايه. يبقى هنا 1 تخطيط، تحديد السوق، شوف الزبون عايز ايه. 2 اولويات، تقديم كل ما يرغب فيه العملاء. 3 مسائل التمويل، الفلوس، كيف يمكن دفع المال الكافي لدعم خطة العمل المشروع. احاول بقدر الامكان لو هيكلف 5 اجيب شركاء واعمل 50,000 جنيه بدل 5000، 50,000 جنيه، هنا المشروع هينجح، هنا المشروع هينجح. طيب ماشي، طاقم العمل اللي هم بقى خبرة، طاقم العمل بقى خبرة، ما اجيبش واحد مثلا، انا مثلا في سنتر، عندي سنتر تعليم، فالمدرسين اللي شغالين معاه كلهم جحدين، يعني عالم جحدة، انت فاهم، جحدين كده، والحمد لله انا جاحد برضو زيهم، انت فاهم ازاي. انا لازما الناس اللي شغاله معايا جامده في نفس الوقت عشان محدش يعتمد على التاني. يعني انا كمدرس فلسفه لا اعتمد على تاريخ ولا جغرافيا ولا مدرس يجيب لي طالب والكلام الفاضي دوت، انا بعتمد على نفسي، وهو نفس الحكايه، هو نفس الحكايه. والناس بقى اللي بتدير السنتر، يعني انا بشغال وبدي دروس، فجايب ناس تشتغل، ناس هم احسن مني على فكره، ناس شغاله ديت هم اللي بيعملوا كل حاجه، انت فاهمين ازاي. فناس ليها في الخبره وليها في الاداره. بص بقى يا معلم، طاقم العمل، فهل يمكن مثلا استخدام طاقم عمل من سوق او شركات منافسه؟ يعني هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك عشان، ركز، عشان المصنع دوت، السنتر دوت، المحل دوت ينتشر ويكبر، لازم الناس اللي شغاله في المصنع يبقى عندها خبره. طيب الكلام دوت يمنع مثلا ان انا شركة اتصالات وفودافون، اتصالات تجيب ايه؟ تسرق الناس بتوع فودافون، تغريهم بالمال عشان الناس ديت عندها خبرة وتجيبهم عندهم في اتصالات، ينفع؟ اه ينفع. عشان العمل، عشان المصنع، العمل ما فيهوش حاجة اسمها بقى شرف والكلام الفاضي دوت، العمل فيه حاجة اسمها فلوس. اني سينك فور ماني، أي شيء مقابل المال. أي شيء مقابل المال. يعني أنا دلوقتي لازما في المصنع الناس الخبرة، لو أنا شغال معايا حد خبرة في المصنع هينجح، لو أنا شغال معايا ناس هواة هيفشل. يبقى هنا هل يمكن مثلا استخدام طاقم عمل من سوق او شركه؟ اه ينفع طبعا. التنظيم بقى والاداره، اهم حاجه يبقى في سيستم، يعني يبقى في مبادئ، يبقى في اسس، يبقى في قوانين. هل التنظيم مصمم بحيث يضمن الجوده؟ انت دلوقتي لو عامل قوانين، العامل اللي في المصنع ده طلع لك منتج كويس، لو مفيش قوانين العامل دوت هيستهفاك ويعمل اي حاجه هو عايز يعملها، وانت اكنك مش موجود، اكنك مالكش اي لازمه.
فهنا لازم يبقى في حاجه اسمها تنظيم واداره، ولازم بعد كده اخر حاجه يا جماعه اداره التمويل. لازم لما تصرف قرش تبقى عارف اللي جاي من وراه ايه، كيف يمكن القيام بالمحاسبيه على الاموال. يعني لازم تبقى انت فاهم رياضه، فاهم في المحاسبه، فاهم مثلا انا دلوقتي هجيب مثلا 5 يشتغل، هديهم مثلا مبلغ معين، الخمسه دولت لازم يجيبوا فلوس، لازم يعملوا لي منتجات عشان ابيع واكسب. لازم يبقى في محاسبه دماغك دوت، تبقى كمبيوتر، تبقى رياضه. يبقى هنا يا شباب متطلبات العمل الحر: تخطيط، تحديد السوق، بحدد السوق، تحديد اولويات، مسائل التمويل يعني فلوس، طاقم العمل، الناس اللي شغاله معايا لازم تبقى ناس خبره، تنظيم واداره. مش سبهلله، مش سبهلله، انت مش شغال في تكيت ابوك. اداره التمويل لازم بقى يبقى في اداره في دفع الفلوس والمكاسب. تمام. بص بقى يا معلم، تخش بقى على الاداء. الاداء حساب، هما 5 حاجات: حساب التكلفة والكفاءة، الموائمة، 3 الإبقاء على نفس خطة الأداء، 4 الشفافية والمحاسبة، 5 التخطيط الاستراتيجي. تخطيط الايه؟ الاستراتيجي الفكري التنموي الاقتصادي. ركز بقى يا بيه. 1 حساب التكلفة والكفاءة. أنا عندي مصنع ان شاء الله يا جماعه، هجيب 100 عامل يشتغل هياخدوا كذا، هجيب الات بكذا، هجيب مواد خام بكذا، هبيع الايه المنتج دوت بكذا، اعرف انا بكسب ايه، اعرف انا بكسب ايه. ما بقاش عندي مصنع وبيكسب قليل مثلا، واجيب مثلا بدل المصنع محتاج مثلا 100 عامل، اروح مشغل انا 200 عامل. مش بمزاجك انت كده هتخسر، انت كده مش هتكسب. حساب التكلفه والكفاءه: كيف يمكن تحقيق افضل المخرجات باقل التكاليف. ركز معايا عشان الحته ديت مهمه. كلمه مخرجات يا جماعه يعني المكاسب، كلمه المخرجات يعني المكاسب اللي هي هترجع لي، المكاسب اللي هي هترجع لي. يعني انا عندي مصنع، شفت العمال، شفت العمال وشفت الالات وشفت المواد الخام اللي انا بشتريها، بعت، لازما اللي جاي لي من بره اكتر من اللي انا بدفعه. يعني انا مثلا لو بدفع 5000 جنيه في الشهر، لازما اللي داخل لي يكون مثلا 25000 جنيه في الشهر عشان اكسب. يبقى هنا ده اسمه ايه؟ ده اسمه يتوني، اسمه حساب التكلفه والكفاءه. بحسب كل حاجه، كيف يمكن تحقيق افضل المخرجات باقل التكاليف. طيب ماشي، دي خلاص كده اتفهمت، يا رب تتفهم. الموائمه، كلمه موائمه يعني تكيف، كلمه موائمه يعني تكيف. كيف تتوائم مع المجموعات المختلفة من العملاء؟ انت لازما بتبيع منتج معين، مش واحد بس اللي بيشتري منك، ده مليون واحد بيشتروا منك، فلازما تشوف ده عايز ايه وتبيعهوله وتظبطهوله وتكيفهوله وتبروزهوله وتعمله. كنت اقول كلمة بس الحمد لله ما طلعتش، وتظبطه يعني، وتظبطه يعني. اديك مثال في الاكزامبل، حلوه في الاكزامبل ديت. بص يا معلم، الصين بتبيع موبايلات، بتبيع مثلا موبايل ب 100000 جنيه، بتبيع هو الموبايل نفس الماركه ب 10000، هو ب 5000، هو ب 2000، هو ب 1000 جنيه. ايه ده يا معلم؟ لان هي عارفه مصر فيها الغني، فيها المتوسط، فيها مش عارف ايه، فيها الفقير، فهي بتتوائم مع متطلبات الناس. فانت لما تفتح مصنع زي ما بتبيع الغالي لازم تبيع الرخيص، لازم تبيع الرخيص. دي اسمها ايه؟ موائمة. كيف تتوائم مع المجموعات المختلفة من العملاء؟ 3 الإبقاء على نفس خط الأداء. ما الذي تحتاجه لمعرفته؟ أنت مثلا فتحت مشروع، فالمشروع نجح، المشروع نجح، بعد 5-6 شهور أنت أدائك انخفض، المشروع هيفشل على طول، هتلاقي على طول المشروع يفشل. ليه؟ لان انت التعب بقى والجهد ومش عارف ايه والطموح والحماس والكلام ده كله راح، فالاداء بتاعك انخفض. فانت لازم تعمل ايه؟ تثبت، يعني كلمه ابقاء يعني تثبيت ادائك في الشغل. شغال ومعاك عمال، العمال بيستهتروا تديهم بالجزم، بالجزم، لان انت لازم تبقى على نفس المستوى، في نفس الليفل عشان المصنع بتاعك يطلع. ماشي.
الشفافية بقى والمحاسبة. كيف يمكن إظهار أسلوب الإدارة الحكيمة التي تتبعها كتنظيم؟ شفافية ومحاسبة. أنت شغال في المصنع، واحد غلط يتحاسب يتعاقب قدام الناس عشان ما يكررهاش. اضرب المربوط يخاف السايب، عشان ده فلوس يا باشا، ده مال. دنيا التجارة، عالم التجارة، عالم الاقتصاد، ما فيهوش لعب، ما فيهوش ان انت تجامل، ما فيهوش ان انت تعمل حاجة اسمها مجاملة. يبقى انت لازم في شغلك تبقى شفاف. واحد زائد واحد بيساوي اتنين، هتخليه تلاتة هشلوحك. شفافية ومحاسبة، اي حد غلط هشلوحه، دي اسمها شفافية ومحاسبة. بعد كده التخطيط الاستراتيجي، كيف يمكن القيام بالعمل الجماعي لتحسين البرامج او الربح. هنا انت عندك مصنع وعندك 1000 واحد شغال في المصنع، فانت لازم تبقى عندك القدرة والامكانية ان انت تقدر تسيطر على الناس دي، تسيطر على الناس دي، ان انت تقسمهم بقى مجموعات وكل واحد بيبقى في فوقيه مرؤوس عشان تعرف تسيطر على المصنع. ده اسمه تخطيط استراتيجي. وهنا يا معلم الاداء 5 حاجات: حساب التكلفة والكفاءة، ثم المواءمة، ثم الابقاء على نفس خطة الاداء، ثم الشفافية والمحاسبة، ثم التخطيط الاستراتيجي. وهنا يا شباب ركز بقى معايا، يبقى هنا في حاجة اسمها متطلبات العمل الحر. العمل الحر بيتطلب ايه؟ بيتطلب حاجتين، بيتطلب تخطيط جيد واداء جيد. التخطيط 6 نقط والاداء 5 نقط. نخش بقى على ادفع حاجة بقى في الدرس، تقريبا كده خلصنا يعني هنقراها بس. بص يا معلم، خلاص معلش طولت عليكم، انا اسف. مزايا العمل الحر، هو بيقول لك ايه الفوائد اللي هتقعد عليا من العمل الحر. عندك 10، انت ممكن تحط له 100. بص يا معلم، بتخلي الانسان بينفذ حلمه، بتخلي الانسان صاحب قراره، بتخلي الانسان ينظم ساعات العمل بنفسه، يعني هو يصحى بدري يصحى متاخر براحته. يعطي العمل الحر الثقه بالذات، بيخلي عندك حاجه اسمها الثقه بالذات بنفسك. يجد المتعه. انا شغال معاكم دلوقتي الساعه كام يا جماعه؟ الساعه كام؟ الساعه 11. انا مستمتع، ما فيش حد يقول لي خلص الحصه وما خلصش الكلام الفاضي ده، لا انا شغال بده، انا مستمتع وانا شغال، عشان كده بديك حقك. يعني انا بعتقد، يعني مش بتفضل عليك، بس انا بعتقد ان انا بحاول اتعب معاك. بتعب ليه؟ انا بتعب عشان انا مستمتع، انا مفيش حد جابرني. انت فاهمين ازاي؟ انا ممكن اقسم الدرس ده على درسين وانت تبقى انت مستمتع. يا مستر درسين كفايه عشان احنا فصلنا؟ لا يا باشا، اطمح احسن من نحته، تخلص عشان ايه؟ لسه في هم ما يتلم، في اسئله وفي بلاوي. يبقى هنا نرجع تاني، معلش انا رغاوي ولتات وعجاب. مزايا العمل الحر، انا هنفس حلمي، انا هصنع قراري. 3، انا هنظم الساعات بتاعت العمل، اشتغل بمزاجي. 5، انا هيبقى عندي ثقه بنفسي. 6، انا هيبقى عندي متعه اثناء العمل. 7، يعمل بقدر ما يتحصل عليه من هذا العمل، كل ما اتعب كل ما اكسب، كل ما اتعب كل ما اكسب. 8، يستطيع الاستقلاليه والسيطره على عمله وتوجيهه، انا هبقى مستقل، انا هبقى رئيس نفسي، انا هبقى رئيس جمهوريه انا نفسي. تمام، عشان كده بقول لكم حبوا نفسكم قوي، يعني عشان تنجح لازم تحب نفسك على فكره، ومش انانيه. يعني مثلا عشان تحافظ على جسمك لازم تحب نفسك، عشان تحافظ على جسمك من الامراض لازم يبقى فيه اكل صحي، لازم تلعب رياضه. ده خدها مني نصيحه، اتحرك، حافظ على الاجهزه بتاعتك من جوه ومن بره، اتحرك، ما تكسلش، ما تتعشش بالليل، يعني لو قدرت ما تاكلش بالليل ما تاكلش، اكلت بالليل تلعب رياضه. حافظ على نفسك، ابتعد عن السكر، السكر يا جماعه سم قاتل، ابتعد عن الملح سم قاتل. فانت لازم تعيش حياتك عشان تستمتع. وبين يستطيع الاستقلالية. 9، يشعر بالسعادة، ركز بقى معايا، يشعر بالسعادة عند إدراك أن الناس يقدرون ما ينتجه. أنا مدرس ولي قيمة، فلما ماشي في الشارع كده فلاقي طلبة بقى من زمان بقى بنات مثلا مخلفة والله العظيم، وطلبة بقوا ظباط وبقوا حاجة حلوة، يعني شنباتهم كده مخططة وبتاع، مستر تامر حبيب قلبي، فأنا بفرح، فبحس ان انا في حاجه حلوه، ادرك ان انا مهم. انت فاهمين ازاي؟ ما القيمه يا جماعه مش فلوس بس، القيمه ان في ناس تحبك وانت تحب الناس برضه. يبقى يشعر بالسعاده. 10، يتيح امكانيات الشراكه مع الاصدقاء من خلال التعاون، الشراكه اللي احنا اتكلمنا عليها، بدل ما اخش
واعمل مصنع بمليون، لا ده انا اجيب 10 معايا واعمل المصنع ب 100 مليون، هنشتري المواد الخام رخيصه وهنبيع ارخص من السوق وهنكسب اكتر. هو دي اسمها يا جماعه مزايا العمل الحر، مزايا العمل الحر. في مثال اسرائيلي ملوش اي لازمه، 30,000 لازمه اهو. بص يا معلم، مثال اسرائيلي، سيبك من المثال دوت. بص نقوله برضو مثال اسرائيلي، يجعل صاحبه متحررا من القيود الوظيفيه المعتاده مثال الروتين والرتابه الخاصه بالوظيفه الثابته. يعني العمل الحر بيخليك بقى تبتعد عن الروتين بتاع الحكومه، تصحى من الساعه 8 وتخلص الساعه 12، فانت تصحى بقى بمزاجك وتروح شغل بمزاجك لو انت شغال شغلانه انت بتحبها. اتنين، تحقيق العائد المادي الكبير اي غير المحدود، فهو ليس دخل ثابت. يعني انت مثلا مش تقبض في الشهر 1000 جنيه، لا ده انت ممكن تقبض 1000 لو انت شغال في عمل حر، ممكن لو انت تعبت شويه تقبض 2000، لو انت تعبت شويتين تقبض 3، لو انت تعبت خالص قوي 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 تقبض 20، تقبض 100، تقبض مليون. ها، 3، امكانيه النجاح والتفوق في وقت قصير للغايه. كل ما تتعب احيانا اكتر، اتعب اتعب يا اخي اتعب، ذاكر ثانويه عامه خلاص على شهرين، ذاكر عشان تعمل حاجه حلوه تفرح بابا وماما وتحقق ذاتك، ذاكر عشان تحقق المستقبل، تمسك المستقبل بايديك. ضع النجاح والتفوق تحت قدميك حتى تبلغ عنان السماء. يعني ايه الكلام ده يا مستر تامر؟ يعني خلي التفوق دوت تحت رجليك، انت احسن من اي حاجه. انت كانسان، انت كانسان لازم بفكرك توصل للسماء. امكانيه النجاح والتفوق في وقت قصير للغايه، اذ يخضع ذلك لمدى اجتهاد الفرد في عمله وبذله الجهد والابتكار فيه. كل ما انت بتبقى شغال حاجه بتحبها بتبتكر، بتبقى مبدع، بتبقى حاجه جميله يعني. 4، اختيار المجال الذي يكون الفرد محبا له. دي اهم نقطه بالنسبه لي، ان انت بتشتغل حاجه بتحبها. طول ما انت بتشتغل حاجه بتحبها تبقى واو واو فعلا، تبقى حاجه اسطوريه. ممكن تشتغل 24 ساعه، انا عندي استعداد الحمد لله يعني اشتغل 24 ساعه، مش ممكن اتعب اريح بس بشتغل. ليه؟ مفيش حد جزمته فوق دماغي، انا باخد قرار نفسي، انا سيد قراري. في ماده، في درس عندكم تقريبا في العرب يعني، اختيار المجال الذي يكون الفرد محبا له او يستطيع ان يقدم فيه. تختار الحاجه اللي انت بتحبها وليس ذلك المجال الذي يتحدد طبقا لدراسته كما في الوظيفه. انت شغال في وظيفه معينه فالدوله هي اللي بتختار لك الكلام التافه ده، لا انت شغال في حاجه انت بتحبها. طيب تمام، تعالى بقى يا معلم على بسم الله والصلاه والسلام على حبيبي صلى الله عليه وسلم. نموذج مقترح سهل ابسطه قبل ما اخش عليه. نموذج مقترح لكيفيه تصميم نموذج لمشروعك المستقبلي. بص، في قوسين، نموذج عمل تجاري ناجح يشبه مخطط هيكلي يتضمن عناصر اساسيه. انتوا مش فاهمين حاجه ولا. بص يا معلم، هو بيقول لك ايه؟ عشان انت تنجح انا هديك النموذج ده. خد النموذج ده يا معلم. شركه مثلا اتصالات، شركة ناجحة ولا فاشلة؟ لا، شركة ناجحة. شركة اورنج اللي بتاعت موبينيل ناجحة ولا فاشلة؟ ناجحة. شركة فودافون ناجحة ولا فاشلة؟ ناجحة. الناس دي بتبيع الهوا، وكمان غير ان هم بيبيعوا الهوا، لا ده بيهتموا بالعميل، بيهتموا بالعميل. شركة بيبسي، شركة شويبس، شركة شيبسي، الشركات دي ناجحة عشان هي بتهتم بالعميل. طب الشركات ديت ليه نجحت؟ هنا السؤال. الشركات دي كلها تحت بوتقة او تحت قبة العمل الحر. الشركات دي نجحت ليه؟ بص يا معلم، الشركات دي نجحت عشان عملت 5 حاجات. انت عشان تنجح في العمل الحر وتبقى واو كده والناس كلها تشاور عليك وتقول يا محمد يا عبد الرحمن يا بوتيقة يا 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 يا، لازم تعمل 5 حاجات ديت. 1، شرائح العمل التي سيتم تقديم الخدمة لها. انت تفتح مصنع عشان تنجح لازم أن تشوف الناس عايزه ايه. الكلام ده يا جماعه تحصيل حصل على فكره، خدناه فوق بس هو رجع قاله لك في مثال، رجع بيوضحه لك في ايه، في صوره مثال. بص يا معلم، شرائح العمل، انت هتبيع ايه؟ هتبيع سرنجاتي ولا هتبيع لولاتي ولا هتبيع عيشاتي؟ شوف بقى، لازم أن تشوف الناس عايزه ايه. وعايز اقول لك كده، يبقى شرائح العمل. بص بقى يا معلم، شرائح العمل يعني التي سيتم تقديم الخدمه لها. 2، القيم المقترحة من خلال النموذج لحل مشكلات العملاء وتلبية احتياجاتهم. داخل المصنع او داخل الشركة في عيب في المنتج، فانت لازم تشوف العملاء بيشتكوا من ايه، ولازم يبقى في استبدال واسترجاع والحاجات الحلوة دي كلها.
القنوات التي سيتم توصيل تلك القيم او الحلول للعملاء. يعني مثلا شركه مثلا اتصالات في كل منطقه في فرع، لو انت عندك مشكله، لو انت ده اكتر مثال يعني توضيح، يعني لو انت عندك مشكله في الخط في الفودافون كاش في المحفظه فا 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 في الحاجات دي كلها، فبتروح الشركه، فشركه اتصالات عامله لك فرع في كل حته، شركه فودافون عامله لك فرع في كل حته، عشان لو عندك مشكله تبدا تحلها من خلال فروعهم، تبدا تحل المشكله من خلال الفروع ديت. كمان اربعه، مصادر الايرادات للمشروع، يعني الفلوس بقى اللي هتخش. هذا النموذج يستخدم في كبرى شركات العالم مثل اي بي ام دبليو، شركه اي بي ام، شركه يا جماعه اي بي ام. عندنا الشركات الكبرى يا جماعه بتعرف ازاي تلم فلوسها، وعايز اقول لك كده، يعني انت مثلا لو لما بتيجي تحول لي فلوس مثلا، فبتروح فرع فودافون فبتدي له الفلوس، فهو بيبعت لي الفلوس فهو بيكسب نسبه، فده اسمه يا جماعه مصادر الايرادات للمشروع. بص بقى يا معلم، اخر حاجه الموارد الرئيسيه. يعني ايه موارد رئيسيه؟ قال لك الانشطه الرئيسيه، الشراكات الرئيسيه، هياكل التكاليف. انشطه رئيسيه يعني العمل، الشراكات الرئيسيه يعني كم واحد شغال في الشركه، هياكل التكاليف يعني ايه المصنع دوت متكلف قد ايه، او الشركه دي متكلفه قد ايه. يبقى هنا هو مديك نموذج ملوش 30000 لازمه، عشان العمل بتاعك ينجح لازم يبقى فيه خمس حاجات: شرائح العمل وقيم مقترحه وقنوات ومصادر ايرادات للمشروع ثم موارد رئيسيه. وبكده يا جماعه نكون انتهينا من الحصه بتاعه النهارده. تمام كده يا شباب، في حاجه مش مفهومه في الباب ده؟ تعملوا بقى الواجب، من الواجب من العمل التطوعي، هشوف الحصه الجايه، لغايه العمل الحر. تمام كده، تمام.